أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسطا. اليوم سوف نبدأ بدرس يونت 2 من يونت 2 لزن 3 من اليونت الثاني. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن لزن 2 وشرحنا عن منيو اوف ذا فود، يعني قائمة الطعام. It's good for you or not good، هي الجيدة لك أو غير جيدة. تحدثنا عن الممرضة فوزية وكيف جاءت إلى المدرسة وألقت تقرير عن الأكل الصحي للإنسان. اليوم سوف نبدأ في درس جديد اللي هو يتكلم عن in a restaurant، في المطعم. هنا لدينا menu of the food، قائمة للطعام في المطعم، وهنا لدينا زيارة لأب وأولاده في المطعم ويختاروا الطعام للغداء أو العشاء. نأتي الآن إلى دراسة الدرس. Look at the menu، انظر إلى المنيو. Look at the menu، انظر إلى القائمة. Use the definition، استخدم التعاريف. To work out، للبحث the meaning، للبحث عن المعنى of these words، معنى هذه الكلمات. هنا لدينا قائمة للطعام وهنا لدينا مجموعة من تعاريف عن قائمة الطعام. Fried grilled baked lamb، كلها تدل على fried بمعنى أصابع البطاطا، grilled بمعنى مقلي يعني شيء يقلي أو شواء، baked بمعنى مشوي، lamb بمعنى لحم الغنم. نأتي الآن إلى دراسة المنيو. ميت، قائمة المنيو تحتوي على مجموعة من الأقسام، تحتوي على قسم الميت، قسم اللحم، البيتزا، الفيش، السمك، vegetables الخضروات، dessert الحلوى، drinks المشروبات، وبالأخير اللي هي drinks. كل قسم من هذه الأقسام يحتوي على مجموعة من الأطعمة والمأكولات. meat، نأتي إلى قائمة الميت، قائمة اللحوم. lamb curry يعني لحم الغنم بالكاري، beef curry لحم البقر بالكاري، fried chicken دجاج مقلي، فرايد تشيكن دجاج مقلي، برجرز اللي هو البرجر، هوت دوكس بمعنى نقائق حارة، هوت دوكس نقائق حارة، بيزا اللي هي البيتزا بجميع أنواعها. الفيش السمك يحتوي على قسمين أو أكلتين اللي هي فرايد فيش بمعنى فرايد مقلي يعني شنو سمك مقلي، وغرايلد فيش بمعنى سمك مشوي. vegetables الخضروات عفوا، باكيت بوتاتوز يعني بطاطا مشوية، فرايز أصابع البطاطا، سلطة اللي هي السلطة، هاي بالنسبة للvegetables الخضروات. ديزيرت اللي هي التحلية، أبل كيك كعكة التفاح، شوكولاتة كيك اللي هي كعكة الشوكولاتة، آيس كريم الآيس كريم، وفروت سلطة يعني فروت سلطة اللي هي عفوا سلطة الفواكه، سلطة الفواكه. أما القسم الأخير من أقسام المنيو اللي هي درينكس المشروبات، ففروت تشويسز اللي هي عصير الفواكه، ميلك شاكس يعني الحليب، كولا البيبسي، ليموناد اللي هو ليمونات عصير الليمون، تي الشاي، كوفي القهوة، ومينريال ووتر يعني مياه معدنية. هاي قائمة المنيو في المطاعم وبأقسامها والأطعمة المقدمة. نأتي الآن إلى دراسة هذه التعاريف. طبعا أعزائنا الطلبة هذين التعاريف مهمة جدا ويجب على الطالب أن يحفظها. بيف كما ذكرنا هنا، بيف كاري شنو معنى بيف؟ هذا التعريف ماله، is the meat هو لحم of a cow، هو لحم البقر. بيف is the meat هو لحم of a cow لحم البقر. lamb درسنا هنا lamb curry، lamb شنو lamb؟ is the meat هو لحم of a sheep هو لحم الغنم، lamb is the meat of the sheep هو لحم الغنم. fried ذكرناها هنا أعزائنا الطلبة، means cooked تعني الطبخ، in hot fat or oil الطبخ في الطبخ على نار قوية، or oil أو على النفط يعني بمعنى المقلي فشي تقلي، أما على نار قوية أو على الأويل النفط.
Grilled, grilled أعزائنا الطلبة means cooked under strong heat. Means تعني cooked الطبخ under تحت strong heat تحت طبخ على تحت نار قوية. تحت نار قوية اللي هو شنو الشواء. تقلي على نار قوية أو تطبخها على نار قوية. زين. الباكيد means cooked تعني الطبخ in an oven. تعني الطبخ في الأوفن يعني في الفرن. الفرن الكهربائي أو الفرن الغازي. فالباكيت تعني الطبخ في الفرن. هاي بما يخص تعريف الأقسام والأطعمة والمنيو. ننتقل الآن إلى which things on the menu are good for you, not so good for you. أي من هذه الأشياء في المنيو هي جيدة لك وغير جيدة لك. لازم تختار عزيز الطالب أشياء من هذه القائمة هي تعتقد بأنها جيدة لك والأشياء الغير جيدة. هنا لدينا كما تلاحظون أب وأولاده، وهنا لدينا الوايتر المنتظر اللي يأخذ أوامر يعني الزبائن. فننتقل الآن إلى كما تلاحظون تراك 7. سوف نستمع إلى المقطع الصوتي في هذا المقطع وفي هذه المحادثة وننتقل إلى هذه المقطع. ننتقل أعزائنا الطلبة إلى بيج نمبر 94 بصفحة رقم 94 تراك 7 يونت 2 لزن 3. هذا هو الحوار الذي دار بين الأولاد والأب والمنتظر الذي ينتظر أوامر السادة الجالسين. هنا لدينا إن ريستورانت لسن في المطعم استمع بارت 1 وبارت 2. سوف نستمع إلى المقطع الصوتي الآن أعزائنا الطلبة وبعد ذلك سوف ندرس هذه المحادثة ونقرأها بشكل جيد ونتابع. Lesson 3 Track 7 In a restaurant Listen Part 1 Good evening Good evening Are you ready to order, sir? Are you ready, Mina? Wally? Yes, Dad. Yes, thank you. Mina, give the waiter your order. Part 2. I'd like a baked potato, please. A baked potato? And some meat? Or fish? No, thank you. I'm not very hungry. How about a pizza? No thanks, Daddy. But I'd like a salad, please. A mixed salad? With tomatoes, lettuce and onions? Oh, yes. That sounds lovely. And can I have a little butter on the baked potato, please? Yes, of course, miss. And for dessert? I'd like some fruit salad and a little ice cream, please. Fruit salad and ice cream. And what would you like to drink? Oh, I forgot about a drink. An orange juice, please. One orange juice. Thank you, miss. Now you, Wally. Well, I am hungry. I'd like a large burger and fries, please. And one burger and fries? You should have some vegetables, Wally. The burgers come with a small salad, sir. Oh, fine. And for dessert, I'd like a large piece of chocolate cake and a lot of ice cream. Not too much ice cream. Chocolate cake and ice cream. Not too much. And to drink? Can I have a large cola, please? One large cola. Thank you. And what would you like, sir? I'd like some grilled fish and rice, please. With... بعد أن استمعنا أعزائنا الطلبة إلى المقطع الصوتي لهذا الحوار الذي دار بين المنتظر يعني السيد اللي يأخذ أوامر الزبائن والأب ومينا ووليد، سوف نقرأ هذا الحوار ونترجمه بالصورة الجيدة. In a restaurant listen في المطعم استمع Part 1 الجزء الأول. Waiter يعني المنتظر. Good evening father. Good evening. مساء الخير. مساء الخير. Waiter. Are you ready to order, sir? Are you ready? هل أنت جاهز to order, sir? لأن تأمر سيدي أو تطلب.
Father, eh? Are you ready, Mina Waleed? هل أنت جاهزة, Mina Waleed? Are you ready? هل أنت جاهزة, Mina Waleed? Children, الأولاد. Yes, Dad. نعم, أبي. Father. Yes, thank you. نعم, شكرا لك. Mina, give the waiter. أعطي للمنتظر your order, طلباتك. Part 2. نأتي الآن إلى الطلبات. Mina, I'd like a baked potato, please. I'd like, أنا أرغب, a baked potato, بطاطا مشوية, please, من فضلك. Waiter, a baked potato, بطاطا مشوية, and some meat or fish, and some, وبعض الميت, اللحم, or fish, أو السمك. مينة, no, thank you, كلا, شكرا لك. I am not very hungry, أنا لست جائعة جدا. Father, how about a pizza, ماذا عن البيزا, البيتزا. مينة, no, thanks daddy, كلا, شكرا أبي. But I would like, هذا I'd بمعنى I would like, يعني أنا أرغب. I would like, أنا أرغب, a salad please, سلطة, من فضلك. Waiter, a mixed salad, يعني a mixed salad اللي هي سلطة مخبوطة, with tomatoes, lettuce and onions, مع الطماطة والخس والبصل. مينة, oh yes, that sounds lovely, نعم ذلك يبدو, that sounds, ذلك يبدو, lovely يعني lovely بمعنى محبوب أو لذيذ. And can I have, وهل أستطيع أن أطلب, a little butter on the baked potatoes, يعني زبدة قليلة, on the baked potato, على البطاطا المشوية, please, من فضلك. And can I have, وهل أستطيع, have أن أحصل, a little butter, يعني زبدة قليلة, on the bucket, على الباكيت بوتوتو, على البطاطا المشوية, please, من فضلك. Waiter, yes, of course, نعم بالتأكيد, miss Anise. And for dessert, وللتحلية. Waiter, عفوا, للتحلية, I'd like some fruit salad, أني أرغب ببعض من سلطة الفواكه, and a little ice cream, وآيس كريم قليل, please, من فضلك. Waiter, fruit سلطة, سلط يعني سلطة الفواكه, and ice cream, وآيس كريم. And what would you like to drink, وماذا تحبين أن تشربي. And what would you like to drink, وماذا تحبين أن تشربي. مينة, oh yeah, نعم, I forget about drink, I forget about drink, أني نسيت عن الدرينك, الشراب. An orange juice please, an orange juice please, يعني عصير برتقال من فضلك. Waiter, one orange juice, عصير البرتقال. Thank you, miss, شكرا آنسة. Father, now you Waleed, الآن أنت وليد. وليد, well, حسنا. I am hungry, أنا جائع. I'd like a large burger, أنا أرغب بقطعة برجر كبيرة. And fries, وأصابع البطاطا, please, من فضلك. And, و, waiter, one burger and fries, قطعة برجر و fries, وأصابع البطاطا. Father, you should have some vegetables, الأب يقول له, you should, يجب عليك, have, أن يعني تتناول, some of vegetables, بعض الخضروات. وليد, waiter, the burgers come with a small salad, البرجر يأتي معه قليل من السلطة, sir, سيدي. Father, oh, fine, جيد. وليد, and for dessert, وللتحلية,
I'd like, أنا أرغب, a large piece of chocolate cake. يعني أنا أرغب بقطعة كبيرة من كعكة الشوكولاتة. And a lot of ice cream. والكثير من ice cream. Father, not too much ice cream. ليس كثيرا ice cream. Waiter, شوكولاتة cake, قطعة كعكة الشوكولاتة. And ice cream, وice cream, not too much, ليس كثيرا. And to drink, وللشراب. وليد, can I have large cola? هل أستطيع أن أتناول قطعة كبيرة من الكولا, من البيبسي, بليس, من فضلك. Waiter, one large cola. Thank you, يعني قطعة من الكولا الكبيرة. Thank you, شكرا لك. And what would you like, sir? وماذا تحب سيدي؟ Father, I'd like some grilled fish. أنا أحب ببعض, يعني أرغب ببعض من السمك المقلي. And rice, والرز, please, من فضلك. With let me see. الآن يعني مع دعني أرى. دعني أرى يعني مثلا عملك أو طعامك. هذا بما يخص الحوار الذي دار بين الريستورانت, بين العائلة والمنتظر. الآن سوف ننتقل إلى هذا هو الصفحة, صفحة 20 أعزائنا الطلبة, الخاصة في الريستورانت, في المطعم. درسنا هذا الحوار الذي دار بين هؤلاء الأشخاص الأربعة, وليد أند مينا. وليد ومينا are in a restaurant, في المطعم, with their father, مع والدهم. الآن سوف نأتي لهذا التمرين. The waiter speaks first. المنتظر هذا يعني السيد هو الذي تكلم بالبداية. Which of these things do you think he will say? أي من هذه الأشياء هو قالها في البداية. Who do you think will reply and what he will he or she say? من تعتقد بأنه أجاب من هؤلاء الثلاثة؟ وماذا قال له؟ هذا هو الكلام الذي قاله الوايتر. يقول لك ماذا قال, أو الكلمة الأولى الذي قالها المنتظر في هذا الحوار, ما هي الكلمة؟ Of course, الكلمة الأولى كانت Good evening. إذن Good evening هو الكلام الأول الذي قاله السيد. ومن أجاب على كلامه؟ أجاب عنه الأب وقال له Good evening, of course, يعني قال له Good evening, مساء الخير. هذا هو الدرس لهذا اليوم أعزائنا الطلبة. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم من كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط, Unit 2, Lesson 3, صفحة 19. إلى هنا أعزائنا الطلبة ينتهي الدرس. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب.